اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ هذه راني معاكم. نحن هلا بدنا يعني نفتح قطعة جديدة وصلتني. هذا الفيديو حيجي على مرحلتين ومدموج، فالمرحلة الأولى شو اسمه حيكون يعني فتح العلبة. العلبة هي عبارة عن قطعة بتساعد على تركيب الباينوكولار، اوكي، من هون على حفة أزازة السيارة، يعني أزاز الشباك تبع السيارة، أوكي، بتعلقها بأزاز السيارة، أوكي، بعتبره مطرح إيدي هي السيارة. هلا راح نشوفها لاحقا بالفيديو لحال. وهذا بالأول راح نفتح العلبة. العلبة هي من فيجن كينج، هي الشعار تاعهم، أوكي، يا كمان هون أوضح شوي، تمام. وبعدين جبتها من علي اكسبرس، رابط الشراء شو اسمه، راح نفتح هذا السكينه معي، هنزل الرابط تحت بوصف البث الحي، اوكي، او عفوا مش بث حي، ده بث مسجل، اوكي. اوكي، اذا افتح الهدف شوف وين اسهل. طبعا الكاميرا عالية شوي مش هيك، عم على ايدي كل شوي بوطيها. بالعادة ما احب مزع فتح، احب مزع فتحها على رواق، بس هاي جاي صعب شوي الفترة. كويس طلعت، يعني افتكرت هاي المطار تبع غلط او شيء. هلا حتى نشوف بس شوي شوي طاجر جاي، اوكي. هلا هون هاي شيل اللف عنها، وهاي هي القطعة. هلا نشيلها من الكيس، طبعا صنع معلق عليها والمنيوم هي، تمام، اياها. شو اسمه، فينا يعني نرخي هذا، اوكي، هيك. طبعا هيدي من هون مشان نعلقها الازاز تبع السيارة. نحركها زي ما بدنا، تمام، نحطها هيك وهيك، تمام، نعليها ونغطيها. طبعا بتكون حاطه هيك على الازاز، والشيء اللي عم بتصور منه من كاميرا التليفون او اي شيء بصير تحطها وتحركها مطرح الزاويه اللي بدك اياها، تمام. طبعا هون في برغي اكيد اذا شايفين، مشان هذا البرغي هون، مشان شد على الكاميرا، ركب لها ستاند تبع الكاميرا. المفروض كنت جبته انا اليوم بس ما بقصر، اوكي، الفيديو الكمالي، شقف الكمالي. طبعا هي بتنحط هون الازاز، صار هذا بهالفراغ هون، اوكي، وهي هون بتصير شايفين كيف بصير تضيء تكبس على الازاز، تمام. طبعا المسافة هاي ضرورية من هون لهون عشان ما يطقش الازاز، اوكي. هلا انا مبدئيا ما عنديش حفه هون، اوكي، كان احط على حفه شيء ازاز المنيوم اذا بدي اجرب، بس بدي اجرب على ازاز السياره بكون احسن، تمام. فيا الباينو، اوكي، اللي هي حتى نجرب هون. عاده البراغي هون بتيجي 6 ميلي، فتحتها 6 ميلي، فنحن رح نبرغيها،
هي هاي الأكل. خلينا نحطها بالواجهة الصح مع الشعار تبع فيجن كينج. هلا هيك بتكون تمام. هلا أنا بصير ببساطة بحرك اللاين زي ما بدي، يمين شمال تمام، الإيد اللي ورا خلينا نمسك كمان جنابي. اوكي لا منيحة لا بأس فيها تمام. طبعا هيدي عشان تبرم عليها مشان ما تبرمش خلص، يعني البرغي هيدي هي الايد فيها زي برغي مشان تضلها مثبتة ما تملش. اوكي يعني هي شايفين كيف؟ بس احطها هيك خلص تثبت 10 مللي زيادة. اوكي وهذه هي تمام. هلا ان شاء الله رح اجربها على السيارة. اوكي عندي سيارتي بنحط الستاند بكون افضل لتصوير جنب السيارة، بتكون هاي محطوطة على أساس السيارة تمام. وهذا كل شيء تمام. نشوفكم لاحقا الجزء الثاني من الفيديو تمام. سلام. اوكي هاي عم نكمل الفيديو، هذا الجزء الثاني منه. نحن رح نعرض لكم هاي انا بالسياره فعلا. طبعا انا ما رح اقدر اكون بالفلانه بساحه البيت عنا، طبعا انتم شايفين في طالع من هذا هناك في حيط وهيك، فمش قصه. بس احنا مثلا نفرجيكم كيف احنا حنعلقها للقطعه اوكي على الازاز، وبعدين بالمره شو اسمه يعني رح نركب كمان البانوكلر عليها النظار المعظم يعني تمام. هي هالقطعة معي تمام. انا كنت عم حاول شيلها من الباينو كانت مركبة عليه. اوكي ف ببساطة راح ادور السيارة. اوكي هي طبعا عشان تعرفوا اني قاعد حد المقود تمام. طبعا عندي سيارة تويوتا كامري، ف هي بطل الازاز تمام. عم حاول احسسك فيه شوي. اوكي راح نعليها بطريقة ونحطها بشكل مناسب. طبعا هي طبعا نستعمل هاي الجهه من هون هالفرزه اكيد تمام. وطبعا هذا هو بنوسعها شوي حتى تنزل بالازاز. اوكي تنزل بهيدا المجال اكيد. انت حتى لما تركبها وتستعملها هتعرفها تمام. انا راح احط كلمه فيجن كينج من لإلي لجهتي، راح اخلي البرغي لبرا بس هيك شو اسمه المفروض احطها من جوا عشان اسهل لي. بس يلا اوكي بحاول طريقة ان تخليها تضل مبينة. اوكي هي نزلت تمام. ايوه يعني قرب لكم عليها اكثر. انا حاطط ستاند البراني عشان بس كمان نعمل جزء ثالث بنفس الفيديو، عم ندمجهم مع بعض حتى تشوفوها كيف بتصير من برا تمام. انا معي البانوكلر هي معي تمام. خلينا نزوم اوت. اوكي فهي الباينو معي، هاي المطرح البرغي. اوكي ف ببساطة ميلها شوي عشان اقدر استحكم تمام. حط البرغي شده منيح. طبعا كمان هو من فوق الباينو اللي مطرح البرغي كمان شده على بعض يعني. هلا المقصود من هاي الجزء من الفيديو انه تشوفوا كيف الموضوع بيكون انه قديش هو ما يسمى بالانجليزي ارجونوميك، يعني قديش هو سهل على الرقبة كيف انت بتستحكم الى اخره. طبعا انا هون يمكن شوي عندي الازاز منه ستريت، عرفتوا كيف؟ منه يعني مستقيم. اوكي انا شوفي واحد صاير هون عندنا ميلان تمام. فاذا انت بتحطه على مطرح الميل شوي وعندكش مجال ترجع كتير، يمكن بدك ترجع سيارتك كرسي سيارتك تمام. وهي بتصير تطلع بهالطريقة تمام على المطرح اللي بدك اياه تمام، يعني كتمثيل على الموضوع.
شو طبعا شوية هي شوي معي مايلة أنا لأنه حاطة على المطرح الهيصات بلشت ميلان على الأزاز. أوكي طبعا هياها شو بعد كمان رح نعمل وقفة شوي نشوفه من برا كيف كمان ببين الفيديو. تمام نشوفكم بالجزء الثالث. اوكي فهي عم نكمل الجزء الثالث هون وهي عم لاحظين شو اسمه البانيكولر هي راكب على اساس السياره. تمام فتقريبا يعني هيك مبينه. تمام هي حتى حركه السياره هذا ما مشكله. تمام كثير ثابته هذا بس انت شفت لاحظت كيف بس خبطت الباب شوي زاحت لعدم الشاب بالذراع اللي هون اللي وراه كان نحكي عن هاي اليد. تمام نحكي عن هاي اليد بس شوي زوم زي ما بحكي عن الايد اللي هون اللي هي بتثبت الباينو كذا زاوية الباينو فبتكونش لاصقة. طبعا كمان انا الازاز قاسي ما تخافوا اوكي الازاز كثير قاسي فما بيأثر يعني بين عم شد منيح هون ما يجيش حدا يعمل لك هيك يخبط لك اياه ويعمل لك كسر لك شيء منيح انه هي بتحرك يعني انت شوفي اي حال انه ما ياثر على الازاز يعني لانه هي بتتحرك شوي لو انه ثبته بس انه في عندك قدره انك اذا واحد خبط لك اياه هيك يعني باي طريقه هي اللي بتتحرك بس الازاز ما بتاثر اوكي و هذا كل شيء ويعني بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الشرح. كيف بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الشرح رجاء تعمل اشتراك في القناة مع لايك وتنشر الفيديوهات هاي اللي عنا. اوكي وشوف بقى الفيديوهات الموجودة عندنا في القناة عن كمان طرق استعمال التلسكوبات والباينوكولارز وكيف تثبتهم والتليفونات كيف نثبتهم حتى نقدر نصور. تمام وشو كمان عندنا دروس كمان تتعلق بالكمبيوتر ف واي اسئله حابين تسالوني اياها بالتعليقات رجاء حطوها ورابط هذا هاي القطعه تبعت الفيجن كينج هاي اللي هي ثبت الباينوكولار حتلاقوها في الوصف اوكي من وين تشتروها انا جايبها من علي اكسبرس بيكون جوا كتير مثلها مش بس فيجن كينج بصنعوا منها في كتير ناس تانيين بصنعوا منها بس هذا مثال عليها اوكي وانا هاي وقتها كانت ارخص وحده ممكن تنجح اوكي وبنشوف سلام باي. اوكي انا وراجع من الجزء الثالث كنت لاحظت انه فيني كمان اعلق على ازاز البانيكولار وهي راكبه عليها القطعه تبعت الفيجن كينج على سكه الشباك الالمنيوم اوكي وهي رح نجربها اوكي ما حبيتش اضيع هذه الفرصه نحطهم كلهم مع بعض في نفس المقطع اوكي وبعدين شايف على السكه رفيعه هون اوكي على السكه رفيعه بجيب عليها هون اوكي خلينا نقلبها لانه على الجهه الثانيه ساعة شوي بدي انزلها هون هيك كده مظبوط. طبعا برا يا انتم ملاحظين في طقس حلو هيك يعني هو شوي غايم لانه احنا بالشتاء بس اسبوعيا معقول لانه اليوم مش ماطر بس انه اذا بدي اتفرج او شيء بقدر اضلني اتفرج انا قاعد على كرسيتي كده اشوف اللي بدي اياه من الطعم بعيدة جري معكوسة اتفرج على الطير على هذا الناس صراحة اوعى كنت اطلع على العالم عيب كيف شو بدكم الناس والبيوت وهذا الا اذا مثلا شيء بعيد مثلا كان بس قطع مش الناس شو بدكم العالم شو بدكم خصوصيات العالم كيف ف يا بعرف بس انا هذا مطرح على الدير
أكثر شيء في بآخر هذا حب أتفرج على المسجد والصلاة الشجرة الصغار المغطي عليه. هاي كمان طريقة من الطرق. طبعا هون كمان في العائق تبعك إنه الشباك كاش ضلك فاتح شباك طول النهار يعني. وهذا كل شيء. تمام؟ فمثل ما حكينا رجعنا اشتراك بالقناة، أخبار فاتحة عن السلسلة من الفيديوهات وشو اسمه. ولايك وشير وكل شيء. أوكي؟ لو تنساش فعل الجرس تبع القناة أساس تجيك التنبيهات والنوتيفيكيشن زي ما بسموه بالإنجليزي عن كل شيء جاي من قناتنا. أوكي؟ بالسلامة.